هذا الجزء القدام مالته اي شيء هنا هو اوربيتال سواء جيروس سواء سلكس اوربيتال جيروس اوربيتال سلكس انا مو كلش عندي هنا منطقه الاتصال بيناتهم اكو فيها قطعه هنا كلش يعني عدله ما بيها تعرجات هذا هاي اسمها ركتال جيروس ركتال جيروس هذه ركتال جيروس ايش راح يبقى عندي بهذا الاوربيتال اللي حكيت عليه راح اشوف الجروف هنا انا مشيول هنا شويه باقي من عند هذا هذا الاولفاكتوري سلكس ليش حيفوت بيه الاولفاكتوري نيرف يبدي هنا بلب يمشي نيرف ده يمشي بوستيريال يعني هسه هنا انتيريال ده يمشي بوستيريال من يوصل هاي المنطقه اللي المفروض هنا اذا شويه واضحه اشوفها منقطه اللي حصل الانتيريال بريت سبستنس بس ما واضحه هنا بس من يعبر هاي شلون هسه نزل كانه رصيف ونزل من عنده راح يتقسم قسمين يصير مثل المثلث هذا ايش راح يصير راح يصير الاولفاكتوري ترايجل اللي رايح لاترالي راح يصير اللاترال اولفاكتوري ستراي واللي رايح ميديالي الميديال اولفاكتوري ستراي هاي نيرف انا ما اشوفه لانه نيرف ما موجود هنا هسه هاي المنطقه خلصتها اجي هنا هذا بوستيريور هذا انتيريور عندي هنا أنا هذا من وين inferior temporal gyrus وانا راح يجي عندي بالترتيب sulcus gyrus sulcus gyrusات السلكس اللي راح يجي هنا هذا برايته occipital temporal sulcus هذا وين ورا الانفيريور temporal gyrus occipital temporal sulcus هذا occipital temporal sulcus ورا gyrus اعوفه هسه بعدين ورا sulcus هذا السلكس اللي قاطعين فيه البرين هذا collateral sulcus اللي هو ميديالي فصار عندي ورا الانفيريور تمبورال جايروس عندي سلكس جايروس سلكس السلكس اللاترال شو اسمه اللي هو هذا اوكسيبيتو تمبورال سلكس هذا الميديالي اسمه كولاترال سلكس راح يبقى عندي جايروسات هسه اسميهم الجايروس المحصور بين هذول السلكسات الاثنين اسمه اللاترال اوكسيبيتو تمبورال جايروس السلكس بس اوكسيبيتو تمبورال سلكس بس الجايروس لاترال اوكسيبيتو تمبورال جايروس اللي جاي ورا الكولاترال سلكس راح تصير ثلاث جايروسات ابدي بيهم من البوستيريور للانتيريور هسه هذا الكولاترال هذا كولاترال سلكس ابدي هنا عندي هذا الجزء اذا هذا اللاترال هذا من وين ميديال اوكسيبيتال تمبورال جايروس ورا هاي القطعه العدله هاي البارا هيبوكامبس او البارا هيبوكامبال جايروس اخر شيء راح يبقى عندي انتيريور لي هي القطعة البيضة هنا الكبيرة تكملة مال الباراهيبوكامبال هاي راح تصير الانكلز او الانكل جايروس عندي اللي هو نفسه هذا الميديال برايتو اوكس الميديال اوكسيبيتو تمبورال نفسه اسمه لينجوال جايروس هذا له اسمين يا اما اسميه لينجوال جايروس يا اما اسميه ميديال اوكسيبيتو تمبورال جايروس راح يبقى عندي هذا الكولاترال سلكس مو مش هيجي هذا وين ما راح يوصل هنا يم الانكلز باندري مالته من يبدي الانكلس يعني يصير البوردر مالته راح اسميه راينال سلكس هي مو هذا الواضح لا ذاك اللي بي Спасибо.